أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة وفرش مرفوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة آخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا
قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين الله 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 repeat الله 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 نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين الله 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 نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على دل أمثالكم وننشئكم
لكم فيما لا تعلمون. الله الله الله. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. الله الله. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. الله